استاذ محمود. لا طبعا انجاز كبير جدا، المنتخب المغربي منتخب رقم 4 في تاريخ المنتخبات الافريقيه لتوصل للدور ربع النهائي. قبل كده سبقت طبعا المغرب وغانا، سبقت قبل كده الكاميرون وغانا ونيجيريا. يعني عاوز اقول ايه، منتخب عربي في تجارب منتخب، لكن عربي. اول منتخب عربي في هذه البطوله يصل لهذا الحدث. المغرب بأمانة شديدة هذا الكلام لم يأتي من فراغ يا كابتن إسلام. أيوة. لأنه ده نتيجة، يعني عاوز أقول لك نتيجة عمل كبير. خش على التقيل، خش على البهريز. نتيجة عمل كبير جدا، وعاوز أحيي بأمانة شديدة وأقول له برافو عليك، والله عجبتني وبتعجبني دايما. والراجل ده راجل هادي كده ورزين، انا عارفه، فوز الاقجع. أيوة. يعني عاوز اقول انه في عمل كبير جدا بيتم لما تتصدر الكره المغربيه المشهد، سواء على صعيد المنتخبات او على صعيد الانديه. اولا نبدا من صعيد الانديه، من نهضه بركان، دوري الكونفدراليه، بطوله كاس الكونفدراليه، دوري ابطال افريقيا، نادي الوداد. وضحت الملامح والشكل، وكانت المكافاه لوليد الركراكي انه هو جاب مدير فني اتخذ من هنا، بيتمتع بعلاقه جيده مع اللعيبه، اتحط في المكان. لكن الشغل اللي بيتم يتم في مصلحة العامة، في الجهد. عاوز أقول أنه ده شيء بيوضع في الحسبان، لأنه مسؤول عن قيمة بلد. يعني بلد كبيرة بحجم المغرب لما يتصدر المشهد. والناس اللي ما تعرفوش أنه السيد فوزي الأقجع هو أصلا وزير الخزانة المغربية. يعني إيه؟ خد من عندك رئيس اتحاد الكرة، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وزير الخزانة، رئيس نادي نهضة بركان، شايل الشلة دي كلها. يعني في جهد، في عمل، في ترتيب، هو ناجح جدا. هل معنى ذلك ده بيحافظ على حقوق حقوقه؟ لا طبعا، هو طبعا بيموت نفسه عشان حقوق انديته وكلنا الحقيقه. انا بلوم على حاجه، وانا بلوم على حاجه، معلش ما حدش يا جماعه عاوز اتكلم على حاجه. احنا عندنا في الجانب الاخر المهندس هاني بوريد. لا انا لا استطيع ولا يمكن اقلل ان هاني بوريد في لحظات كتير جدا كان ساند وداعم كبير جدا للكره المصريه، وكاس العالم 2018 وشغل كبير. لكن عايز اقول في لقطات كبيره جدا ما اعرفش لماذا تخلى هاني بوريد عن حياديته وسيطرت عليه امور غريبه جدا. يعني مثلا في ازمه الاهلي الشهيره تخلى. انا بقول لفوزي الاقجع على مكان ساند واقف كان عنده حق، واحنا ما حدش يقدر يقلل من الجهد اللي هو عمله عشان يساند النادي الوطني بتاعه ويقدم كل الصوره. شرف. لكن عايز اقول يعني طبعا ليه. عايز اقول يعني يا جماعه مش عاوزين ناخدها في اتجاه انه هاني كذا، لكن هاني عنده ايجابيات لا شك، في لحظات كتيره جدا كان موجود فيها وحاضر وساند ودعم، واللي ينكر كده يبقى راجل مش متابع كويس.